بين اليمن وتنظيم القاعدة أو بالأحرى الحرب بينهما بدأت منذ عدة سنوات، إلا أن العملية التي نفذتها القوات اليمنية ضد القاعدة في أغسطس عام 2008 كانت نقطة تحول رئيسية في تلك الحرب، إذ فتح مقتل أفراد أخطر خلية في التنظيم الباب على مصراعيه للحرب بين الجانبين. وهي الحرب التي يبدو أن قدرات الحكومة اليمنية لن تسعفها للقضاء على التنظيم، خاصة وأن الكثير من أتباع التنظيم يرتبطون بعلاقات كثيرة مع بعض القبائل اليمنية، وهو الأمر الذي فرض ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة وبعض القوى الإقليمية. وبالفعل وضعت الولايات المتحدة خطة عسكرية لزيادة التعاون مع اليمن في مواجهة القاعدة طبقا لاتفاق عسكري وقعه الطرفان في عام 2008. كما كشفت الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس على الانترنت إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عرض سرا حرية دخول القوات الأمريكية لبلاده لشن هجمات ضد أهداف للقاعدة، كما عرضت السعودية استعدادها لمساعدة اليمن في مواجهة القاعدة في إطار التعاون الأمني المستمر بين الجانبين، خاصة بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن الطرود المفخخة، مؤكدة على لسان وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أن الوضع الأمني في اليمن يتساوى في أهميته مع أهمية الأمن في المملكة. إلى أين تسير اليمن؟ وضيفنا سعادة السفير الدكتور عبد الولي الشميري سفير دولة اليمن في القاهرة. سيادة السفير، حتى نغلق هذا الملف الخاص بالقاعدة، إلى أي حد يسير التعاون بين اليمن والدول المختلفة للتعامل مع هذه القضية؟ هذه قضية يعني أعيت دول كبيرة وكثيرة، هل لديكم تعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول عربية أخرى؟ بلا شك، وأطمئن الإخوة المشاهدين أن هناك تعاون أمني وثيق بين دول الجوار وبين المعسكر الشرقي والغربي الذي يرى أن القاعدة عدو لدود لأمن المجتمع وسلامته، وأن الحرب الضروس في مواجهة القاعدة على أشدها، ولكن لأنهم لا يتمركزون في مكان معين وليس لهم منطقة جغرافية ينطلقون منها، وإنما هم أشتات مجتمعات تأتي من الصعوبة بمكان اصطياد أفراد منتشرون. هل يتضمن هذا التعاون استخدام ضربات مسلحة كما هو الحال أحيانا تقوم بها الولايات المتحدة على الأرض اليمنية؟ هو كما سمعت